شريح بن الحارث الكندي من أشهر القضاة في التاريخ الإسلامي، حيث عمر 107 سنة وقضى منها 60 سنة في قضاة الكوفة. وعاصر عمر بن الخطاب، وهو من ولاه القضاء، ومن بعده عثمان وعلي كرم الله وجهه، ومعاوية وابنه يزيد من بعده. تعرض للظلم منذ كان صغيرا، وكان يبغض الظلم ولا يحبه لأحد، وهو في عصر الجاهلية قبل الإسلام. أسلم على يد علي بن أبي طالب لما سمعه من آيات تتحدث عن العدل وتدعو إليه، وقال: دين يدعو للعدل. فأسلم وهو في 30 من العمر، وجلس يتفقه في الدين ويدعو له، إلى أن هاجر من اليمن إلى المدينة، ولكنه وصلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتب له أن يكون صحابيا، ولكنه رأى الصحابة وأخذ عنهم العلم والفقه. عرف شريح القاضي بحبه للعدل إلى درجة أنه سجن ابنه الذي يحبه ملء الأرض، كما قال بنفسه: فكيف لا يسجنه، وهو من تقاضى عنده عمر بن الخطاب خليفة المسلمين، فحكم عليه لصالح خصمه، وتقاضى عنده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو خليفة أيضا، وحكم عليه لصالح خصمه اليهودي. وليس العدل وحده ما عرف به شريح، ففي زمنه أصاب البلاد طاعون عمواس فلم يفر منه، وتمسك بحديث الرسول الذي نهى عن الدخول أو الخروج من مدينة أصيبت بداء، فكان مثلا للحب والتسامح، ومعلما للناس في أمور حياتهم. بقى في القضاء إلى ما قبل موته، حين عزل نفسه بنفسه وهو ابن 107 سنين، وهو ما زال في عافيته وعقله، وكان يقول: حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظها لنا في الكبر. شريح بن الحارث الكندي. ويحك يا امرأة، كيف تغفلين عن ابنك في هذه الظروف الخطرة؟ شريح، 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 تعال تعال يا شريح، لا تبتعد عني، لا تبتعد عني يا شريح، لا تبتعد عني. ها هو مدلل أبيه. الآن تريد التراجع عن اتفاقنا؟ ماذا أفعل وحانوتي لا بضاعة به؟ الثمن غير عادل، ولم أعطيك شيء من البضاعة ما لم تدفع زيادة. إليك عني يا فتى. شريح ابتعد عن القافلة. ويح، ماذا قلت؟ you
ماذا تفعل هنا؟ قلت لك لا تبتعد عني، لا تبتعد عني، ألا تفهم؟ قلت لك لا تبتعد عني، لا تبتعد عني، لا تبتعد عني. لا تنظر إلي هكذا يا ربيعة، فكلما نظرت إلي تذكرت ما فعلته بي. ما زلت تذكر ما حدث في تلك الخافلة اللعينة؟ ليتني أعلم كيف أنسيك إياها، ولو ليوم واحد، يوم واحد فقط لأرتاح فيه من تقريعك لي. الظلم لا ينسى، ولو طال به الأمد دعني أجلدك كما جلدني أبي ظلما بسببك. ما رأيك؟ احتفظ به وقل فيه شعرا إن أحببت، أو اذهب واشكني إلى الآلهة، أو أقول لك اذهب لنبي قريش الذي يدعي أنه رسول من عند الله. لو كان يملك من أمره شيئا لرد أذى قومه عن نفسه، أسمعت ما فعله به؟ هو من جر هذا لنفسه، لو قبل أن يكون ملكا عليهم أما كان هذا خير له مما يلاقيه منهم؟ ليتني فعلت ما فعله هنا، ويعرض علي قومي ما عرض عليه، واللاتي لكنت ملكا عليكم تحفني النساء ويركع لي الرجال. سيدي شريح، سيدي شريح، ما وراءك يا كمبر؟ ما بك يا كمبر؟ أبوك يا سيدي. سمعت من زيد أن عمك سيصحبه معه للعمل، وأنه لمح لبيع الأرض والشراكة معه في التجارة. ليس هذا ما يؤرقني يا بني، فأنا أعلم مأرب عمك وما يرمي إليه، إنما أخاف عليك وعلى أخيك، فخطر لي أن أبيع الأرض والبيت وننتقل للعيش بعيدا عن هنا. عمل الأرض مدن وشاق، وأنت لم تحب هذا العمل يوما، إنما كنت تفعله مرضاة لأبيك. أهنى لك يا ولدي أن تفعل ما تحب، وفوق هذا وذاك أننا سنرتاح من سماجة عمك ووقاحته. الملك ملكك، وإن كان لك رغبة في البيع فلا يملك أحد أن يمنعك عنها حتى أنا. أما أن تفعلي ذلك مخافة وفرارا من عمي ومن غيري، لن أسمح لأحد أن يمس حبة من تراب ملكك أو درهما من أموالك. أما عن العمل في الأرض فكما عملت بها مرضاة لأبي أفعل الآن حبا ووفاء لك. إذن فاخرج من حالة البؤس التي أنت فيها يا بني، وافعل ما تطيب له نفسك.
كيف أمست زوجة أخي المسكينة اليوم؟ مسكينة؟ فطرت قلبي برقتك وعطفك يا رجل. ولما أنت مستاءة هكذا؟ بل حزينة على نفسي وعلى مال زوجي الذي أضعه في تجارته الخاسرة. ألا تكفين عن زفير هذا النكد في وجهي يا امرأة؟ والله ما عدت أطيق العيش على هذا الحال. وقد رأيت ما رأيت من نعم في بيت أخيك الحارب. يا لك من جاحدة، تقولين ما تقولين وزوجك من سادة قومه، كبيرهم وغنيهم. كبيرهم نعم، أما غنيهم دعك منها، نحن وحدنا ولا ثالث بيننا. وهل كان أخي غنيا؟ إنما الملك ملك زوجته. وما الطير بأن يتنعم الرجل بمال زوجه؟ اسمع يا أبا نمير، أتتك الغنيمة على طبق من ذهب، إياك وأن تفرط فيها. عن أي غنيمة تتحدثين؟ أبا نمير، أخوك نائم في قبره قرير العين، وزوجته ذات مال وفير، ألا تخشى يا رجل أن يسبقك أحد؟ يا شريح، يا زيد، أمتى صباحا يا عماه؟ أمتى صباحا يا ابن أخي؟ أخبر أمك وأخيك أني جئت لأصطحبكم إلى داري، لدينا شؤون كثيرة نتحدث بها. مرحبا أبا النمير، ماذا وراءك؟ كل الخير، كل الخير يا أرملة أخي. أنتم من بقي لي من أخي، ولا أقل من أن أرعاكم وأطمئن على أحوالكم. نحن في خير حال يا أبا النمير، فأخوك ترك رجلين يرعيان شؤون بيته ويكفيان حاجاته. رجلين، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لكم كبير يرعى أموركم ويمنع تكالب الكلاب عليكم. فالبيت الذي لا كبير له سيتهدم فوق رؤوس ساكنيه. Thank you.
شريح، قم يا شريح، قم يا شريح. إياك والكذب. قم يا شريح. إياك والكذب. قم. جاء عمه واصطحبنا إلى داره، وهناك أمام القوم والأرحام رمى لهم من عباءته. أحرق نفسي ولا أكون لك أيها الطماع. كان أخي لم يحسن تأديبك فإني مؤدبك. يا أمه، يا أمه، يا أمه، جاءك ولدي، جاءك ابن أخيك، فأرني ما أنت فاعل. اسمعي يا امرأة، عهدتك حكيمة فلا تخيبي ظني بك. قضي الأمر فلك أن تختاري، أما يقضى بسلام وتجنبي أولادك الأذى، وإما وإما قلت لك ابتعد عن طريقي يا نمير. هيا بنا يا أمي. إلى أين؟ إلى دارها يا عماه، دار زوجها وأولادها. كانت دارها وكان زوجها، أما الآن فقد ورثتها بكل ما تملك وهي ملك لي. والله لا يتم هذا الأمر وأنا حي. اهدأ يا بني، اهدأ، فما أنت إلا مكلوم لا تدري ما تفعل. إنها مشيئة الآلهة، وما عمك إلا كوالدك. ولم أجد بعد موته كنفا خيرا من كنف عم أولادي وكبيرنا وسيد قومه. إن شئت أقتله من أجلك، أنت قلتها بنفسك، هو يستحق القتل، ولو قدرت عليه لقتلته. نعم قلت هذا، ولكن إن كان لا يحفظ حرمة أخيه فلنأخذه غدر فنكون أكثر دناءة منه. والله لن أفعلها أبدا. وتترك أمك تحت رحمته؟ إنما هي سنة الأولين، سرنا عليها حتى فتك الأخ بأخيه والابن بأبيه. إياك أن تسمع هذا لغيري، فهذا ما يقوله نبي قريش. حتى وإن كان مدع كما يقولون فوالله ما أتى بغير الحق. ويحك يا شريح، أتريد أن تستعدي قومك أيضا؟ ألا يكفيك عمك؟ دعني لما أنا فيه يا ربيعة، فلا أطيق هذا الظلم من حولي. ابن العم، لا نفع من هذا العناد الذي لا يولد سوى البغضاء بيننا. ومتى كان للود مكان عندكم؟ إن كنتم أخرجتموني من بيتي فلن تستطيعوا أن تخرجوني من أرض أبي. لم يخرجك أحد من البيت يا أخي،
أنت من تركتنا وأتيت لتقيم هنا؟ ماذا تريدون مني؟ وقد تركت لكم كل شيء. عمك باع هذا البستان وقبض ثمنه. إذن عليه أن يعيد المال لمن قبضه منه. أنت الأعرف به وتعلم أن له لن يفعل. إذن فليخرجني منها غصبا، فلن أغادر أرضي وفيها نفس واحد. هذا ما عندك؟ وليس عندي قول فوق هذا القول. نمير، ماذا ستفعلون معه؟ تذكر أنه ما يزال أخي. أخوك هو من يصعب الأمر على نفسه، عليك أن تختار إلى أي جانب تقف معه. ماذا تعني؟ الأمر واضح وبسيط، فريق الرابح وفرد الخاسر، وعليك أن تختار. إيهن يا صديقي العجوز، كل كل يا صديقي، كل. لم يبق لي إلاك، صاحبتني وقبلي صاحبت والدي،
ليت البشر يتعلمون منكم معنى الوفاء. ليت البشر يتعلمون منكم ألا يسرقوا، ألا يغتصبوا حقا، وألا يظلموا. قل يا صديقي، قل. تأخرت اليوم علي يا شريحة. أوصلت طلبا لأبي حذيفة، ثم أوصلت طلبا لجماعة يغطنون بعيدا، ثم أتيتك بطلبك. ألست بصاحبك يا رجل؟ بلى. إذن لماذا لا تعاملني بكرم الصحبة؟ وكيف تفضل علي من يشتري منك رتلا على من يشتري منك هذا الكم؟ الأفضلية في العمل لمن سبق في الطلب، ولا يهم إن كان طلبه رطلا أم ألفا، فإن سبقتهم في الطلب أتيتك أولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذه التحية التي سمعت؟ وماذا تقول فيها؟ لم أسمع تحية أطيب وأرق منها. إنها تحية الإسلام، دين محمد. محمد بن عبد الله القرشي؟ هو بعيبه، ذلك الرجل الذي ادعى النبوة في مكة وخرج طريضا إلى أهل يثرب، الآن قد بات له شأن عظيم. ومن هؤلاء؟ هذا معاذ بن جبل وبعض أصحاب محمد، يجوبون الضيعة والمدائن، ينشرون الدعوة، وقد اتبعهم الكثير. وهل فعلت أنت؟ ليس بعد، ولكني سمعت أن محمدا قال في أهل اليمن قولا وقع في قلبي. وماذا قال؟ قال إن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكيف علمت كل ذلك؟ يا رجل، أنت منهمك بالعمل في منزلك ولا تدري ما يدور من حولك. اذهب الآن ولا تنسى أن تأتي باللبن غدا، ها أنا قد أوصيتك من الآن. لقد سبقك أصحاب الرطل أيضا. ما بك يا صديقتي؟ قل يا صديقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك مثل ما ذكرت. سمعت أنك تبيع لبنا قل نظيره، فهل لي بشربة منه؟